لما لعبت ديمو لعبة وولونج فولن داينستي السنة اللي فاتت، انطباعي عن التجربة كان إيجابي في جوانب كتير، بس كان فيه تحفظات على جوانب معينة. مع جانب محدد في تجربة اللعبة اللي كان اسمه مورال سيستم، الديمو وفر ليش مساحة لعب كبيرة تخليني أقدر أقول يعني إيه انطباعي عنه بشكل أولي. بس عموما مش هقول إن أنا كنت بقى متحمس جدا لدرجة عالية، بس أكيد كنت منتظر اللعبة بحكم إن تيم نينجا يمكن من الاستديوهات اللي قدموا تجربة سولز مميزة جدا، خصوصا في جانب القتالي مع سلسلة زي نيو. ومع وولونج كان واضح ان هم عاوزين يحتفظوا بحاجات كتير عرفوا ان هم يقدموها في نيو مع التأثر بلعبة تانية من فروم سوفتوير وهي سيكيرو، بجانب ان انا كنت برضو اتمنى ان انا اشوف الاستوديو بيتخطى العيوب المشتركة اللي موجودة في العابه. فخلونا بقى نخش في المراجعة عشان نشوف ايه وضع اللعبة. بس من البداية كده انا مش هتردد ان انا اقول لكم ان اللعبة كانت محبطة بالنسبة لي لكذا سبب. يمكن من اول جوانب الاحباط اللي انا شفتها في وولونج، واعتقد ان انا كنت مفروض اتوقع حاجة زي كده، هي قصة بتاعت اللعبة. وهو عموما تيم نينجا كانوا واخدين من ساعة نيو توجه مختلف عن العاب السولز اللي تأثروا بيها، وخلوا القصص بتتعرض بشكل مباشر في العابهم وبمشاهد سينمائية ما بين كل مهمة او ما بين كل فصل والتاني. القصص دي يمكن ما كانتش افضل حاجة، والوضع هنا بيستمر في وولونج وبشكل ممكن يكون اسوأ شوية. وبكل اختصار القصة بتاعت اللعبة هنا مملة جدا ومتنفذة بشكل مش كويس خالص، وخلى متابعتها مزعجة. القصة في الأساس هي عبارة عن تاريخ بديل وخيالي لفترة الحرب الأهلية اللي كانت في الصين المعروفة باسم الممالك الثلاثة، وهي فترة تاريخية مهمة جدا وفي أعمال كتير اتبنت عليها، وغالبية الأعمال دي بترجع لأنها تكون متأثرة برواية اسمها Romance of the Three Kingdoms. هنا القصة بتعرض الفترة دي بوجود زي جانب خيالي، أو إن الفوضى والصراع اللي بيحصلوا بيجوا من زي انتشار لشياطين بسبب حاجة اسمها Demonic شيء. ومن هنا اللي كان مخلي القصة دي مليانة مشاكل، ان لو مثلا بصيت لها كواحد ما يعرفش اي حاجة عن تاريخ الممالك الثلاثة، ان انا مش هلاقي اي حاجة تشدني ناحية الصراع اللي بيحصل، ولا اهتم باهداف ودوافع الشخصيات اللي هم بالمناسبة شخصيات تاريخية متقدمين هنا بشكل غريب جدا وبشكل ممكن يكون سيء، والحوارات مملة جدا وسخيفة ما بينهم. واللعبة بتحاول انها تعوض الموضوع ده بشوية مشاهد اكشن بقى اللي هو تبهر الناس، لكن فين تقديم الشخصيات نفسه كشخصيات في القصة؟ مفيش. ولو هبص للموضوع بقى كواحد مطلع على مادة تاريخية او الادبية اللي مبني عليها القصة دي، حتى لو هي متقدمة كقصة خيالية، مش هقول غير ان انا قدام اقتباس خيالي ضعيف جدا، وخصوصا لما قريت اكتر عن الفترة التاريخية دي واللي هي كانت صراع عسكري وسياسي تقيل جدا، هلاقي بقى كم مش طبيعي من الفرص الضايعة انك حتى على الاقل تقدم الدراما اللي كانت بتحصل في الصراعات دي بشكل خيالي. ففي الاخر انا حتى مش عاجبني الاسلوب اللي بيتبعه بعض الناس، ان انا لازم اكون مطلع على حاجة بره حدود الفيديو جيم كروايات مثلا ولا افلام ولا العاب تانية عشان ابقى مفترض ان انا اشوف نفسي قدام قصة كويسة، لان اللعبة كان عندها كل السبل الخاصة بيها كفيديو جيم انها تخلينا قدام قصة على الاقل مقبولة. فما ينفعش بقى يتقلي لازم انك انت تقرأ الروايات بتاعت Romance of the Three Kingdoms، ولا تقرأ صفحة ويكيبيديا عن الفترة التاريخية دي، ولا حتى ينفع يتقلي اروح اشوف انمي سقور الارض اللي كان بيجي على سبيستون زمان. فأعمالاً بقى بالقاعدة اللي عندي ان انا ممكن الاقي لعبة قصتها تكون مش قد كده بس الجيم بلاي يرفع مستواها. ده بقى بيحصل هنا زي ما حصل في نيو ولا ايه بقى النظام؟ صعب اقول او لا بشكل مباشر. الحقيقة يعني الأولونج مقدمة الجوانب القوية للاستديو زي تيم نينجا عندهم خبرة كويسة جدا فيها، وعلى جانب تاني للأسف في عيوب متوارثة من نيو، لكن في حاجة تالتة وهي شوية قرارات لأفكار جديدة تخليني أسأل كان ايه اللي بيدور في مخهم وهم بيحطوا الافكار دي. تعال نبدا بالجانب الايجابي في التجربه بتاعت اللعبه، وطبعا بدايه بالكومبات سيستم اللي قدمته وولونج. يمكن زي ما قلت في بدايه المراجعه وحتى وقت ما جربت الديمو، اللعبه متاثره بشكل كبير جدا بسيكيرو، وخصوصا في فكره البارينج او الصدات السريعه في المواجهات، وجانب زي ده كان جزء من متعه النظام القتالي اللي بتقدمه اللعبه الصراحه. بس قبل ما نتكلم عنه اكتر في نقطه بس هقولها، وهو ان التحكم انا ما زلت مصر على اللي قلته في كلامي عن الديمو،
ان المفروض ان الباري والدوج كل واحد منهم يكون ليه زرار خاص بيه. لو خدنا الكنترولر بتاع بلاي ستيشن كمثال، نقول الباري يكون بضغطه سريعه على L1 والدوج زي ما هو يكون من دايره، لكن الوضع مستمر بكونهم هما الاثنين من زرار واحد وهو دايره. بس عشان تعمل باري لابد انك انت ما تتحركش في مكانك في الثانيه اللي انت هتصد فيها. بس مساحات الصد في اللعبه النهائيه هنا بقت ممكن نقول افضل شويه من اللي كانت موجوده في الديمو، فالموضوع ما ضايقنيش منه، بس يعني كان ممكن يبقى احسن. فكره الصد هنا بتيجي بقى مع حاجه قريبه من البوستر ميتر اللي كانت موجوده في سيكيرو، وهنا اسمها سبيريت جيج، اللي هو انك انت كل ما تقدر تنجح في صد ضربات الوحش اللي قدامك انت بتضعفه بتهلكه، ولحد بقى ما تقدر تكسر دفاعاته وتعمله ضربه ممكن تكون ضربه قاضيه، او انك انت ممكن تصد ضربات معينه بتعمل حاجه اسمها فيتال سترايك. بس جنب ده انت بتملي بار خاص بيك ممكن تستهلكه، انت ممكن تعمل من خلاله حركات لفنون قتالية خاصة بكل سلاح او تستخدم السحر. فالموضوع فيه ادارة موارد شوية بشكل بسيط، والفكرة نفسها ممتازة، خصوصا ان الكومبات في اللعبة جانب من المتعة بتاعته بتكون في تنوع الفنون القتالية الخاصة بكل سلاح انت بتلعب بيه، واللي بتخلي الضربات حيوية جدا شكلها حلو وحاجة زي كده تشجع على تجربة اسلحة جديدة طول الوقت. فيبان لحد هنا ان ممكن تكون وولانج مركزة بشكل اكبر على جانبها القتالي اكتر من انها تكون لعبة RPG انت بتحاول فيها انك تبني شخصية بالايتمز والقدرات والستاتس اللي انت بتعلي فيها. وده الحقيقة الانطباع اللي انا خدته من الديمو، لكن العكس واضح ليا لما انا شفت المنتج النهائي قدامي، ان احنا ما زلنا قدام لعبة RPG بتحاول انها تقدم تنوع في البلدات، ولعبة المفروض انها عاوزة اللي بيلعب يستثمر بقدر كبير من وقته واهتمامه في الجانب ده. انا ما اقدرش اقول ان العناصر RPG اللي قدمتها وولونج بنفس التوسع وبنفس التنوع العناصر اللي كانت موجودة في نيو. يعني انا وهتكلم عن نيو بس، ممكن الاقي ان في احتمالات البلدات اللي ممكن اعملها كانت اكتر من اللي موجودة هنا في وولونج، خصوصا مع نظام السحر الخاص بيها. لكن هنا في وولونج هم عاملين نظام مختلف شوية في الستاتس اللي انت بتعلي فيها، وهو بيكون نظام عناصر او بيسموها فيرتشرز هنا، من نار معدن مية، وكل عنصر بيركز على جانب معين في الاتريبيوتس اللي هي كانت موجودة في نيو، بس هنا بشكل مبسط ومباشر اكتر. وكل عنصر بيخليك انك انت تفتح قدرات في سكيل تري خاصة بيه، والسكيل تريز دي برضو مبسطة شوية، لكن بصراحة القدرات السحرية اللي ممكن تاخدها من السكيل تريز دي ما كانتش قد كده، ما كانش فيه سبيلز كتير تشجع الواحد على استخدامها وبتخليني معاها ان انا اقعد انوع في الفنون القتالية اللي بتيجي مع الاسلحة. ففي حاجات كتير جدا بتكون موجودة وكان مش معمول حساب لاستخدامها في وسط اللعبة، الا بقى لو انت هتاخد مثلا حاجات زي بافس للاسلحة، انك انت تضيف تأثير كهرباء او نار او حاجات تانية تخليك انك انت تزود نسبة الهيلث بتاعك بشكل بسيط مع كل هجمة انت بتعملها. برضو في نفس الوقت اللعبة زي نيو متروسة، متروسة بمعنى الكلمة، بكمية كبيرة جدا من اللوت. اللعبة فعلا في مرحلة معينة بتقلب لوتر زي ديابلو مثلا او بوردر لاندز، وده من كتر الاسلحة والارمور سيتس اللي انت ممكن تلاقيها بنسخ بنضارات مختلفة. انا فاكر كويس جدا ان مخرج اللعبة كان قال ان هما مش هيعتمدوا على اللوت بنفس الكترة اللي شفناها في نيو، لكن الوضع هنا مش مختلف تماما، وممكن مهمة واحدة تطلع منها بكمية لوت مش طبيعية من اسلحة غالبيتهم هتلاقي نفسك يا بتبيعهم يا بتفككهم عشان تاخد منهم موارد تطور بيها اسلحتك الاساسية. ويمكن الايتميزيشن بتاع الاسلحة والدروع، او اللي ممكن نقول ان هو مدى تميز الاسلحه والدروع دي واللي يخليك انك انت تهتم انك توصل من خلالها لاحسن حاجه، ده كله بيكون متواضع هنا، لانك انت ممكن اصلا تمسك سلاح ليجندري واحد من اول اللعبه لحد اخرها وتفضل تطور فيه وتضيف له ستاتس مختلفه من الجيمز اللي انت بتفككها من الاسلحه الثانيه وبس. على كده اللعبه ما بتخليش فيه تميز في اسلحه محدده من فئات اعلى، والار ان جي او العشوائيه نفسها مسيطره عليها بشكل ممل، والسلاح في الاخر بيكون عبارة عن قالب ملهوش اي شخصية مميزة، وعمال تعلي في الخصائص بتاعته عمياني وخلاص، ما تلاقيش فيه الراندوم رول اللي هو الناس بتقول عليه تقريبا الجاد رول او البرفكت رول اللي تخليك تعيد حساباتك وممكن تغير البيلد بتاعتك زي ما بيحصل في العاب اللوتر المحترمة.
ويمكن اصلا في نظام ليه تاثير بشكل كبير على التعامل مع عناصر الار بي جي، والتاثير ده ممكن يكون مش ايجابي قوي، وهنيجي للكلام عنه بعد شويه. لكن على جانب تاني، هو جانب عجبني جدا في اللعبه، وهي البوس فايتس. انا استمتعت جدا بيهم، وتوظف فيهم افكار بتاعت السبيريت جيج بشكل ممتاز، ولما الواحد بيقدر ان هو يتقن صد ضرباتهم الموضوع بيكون مرضي جدا. حتى في تنوع كبير جدا في تصاميمهم وافكارهم، وبعضهم بيقدم مواجهات فيها تحدي بشكل يليق بالمظهر بتاع المواجهه. ودايما بشوف في العاب تيم نينجا ان هم بيعرفوا كويس يقدموا مواجهات مع الاعداء اللي حجمهم قريب منك كبشر عاديين او وحوش اكبر بحاجه بسيطه. وافضل بوس فايتس في اللعبه كانت من النوع ده تحديدا، وخصوصا ان في تميز واضح في البوس فايتس اللي هم عباره عن بشر، وده من ناحية التقديم والتصميم وطبيعة المراحل اللي بيمروا بيها اللي فيها تنوع، ممكن يوصل لان بعضهم بيتحول من هيئة بشرية لوحش، والتليجرافينج بتاع حركاتهم او توضيح الحركات بتاعتهم بتيجي منين وكده، والتركيز على مراوغتك ليها او سرعة صدها، كل ده بيخليها مواجهات مستواها ما يقلش عن جيد جدا. لكن في بعض الباس فايتس اللي هم وحوش كبار او متوسطين، ساعات كنت ببقى عندي تعليقات على حاجات في تصميمهم، ان وضوح الضربات بتاعتهم وهي جايه من اي اتجاه اللي هو التليجرافينج اللي قلنا عليه ده، بيغطي عليه بعض المؤثرات اللي ممكن مثلا تشوفوها في قدرات سحريه ليهم، وبتكون ليها اضاءه عاليه والوان سطعه بشكل عالي، او حاجات في تصميم الشكل للباس فايتس نفسها، زي الوحش ده اللي عبارة عن تور ضخم ليه شعر طويل ولا كأنه طالع من إعلان شامبو ولا كريم شعر ده ولا مش عارف ايه. لكن بالنسبة للأعداء العاديين من وحوش انت بقى بتقابلهم في المراحل، اللعبة كان ايه نظامها؟ للأسف هنا ممكن تظهر مشكلة في ألعاب تيم نينجا، وهي تكرار الوحوش اللي انت بتقابلهم. من ضمن تشكيلة هم ممكن يكونوا بشكل مبدئي يعني بيكونوا كويسين من ناحية العدد وتصاميمهم، بس للأسف للعبة ممكن على الأقل تلعبها 40 ساعة أو يمكن أكتر بقى على حسب مهارتك في اللعب، هنلاقي إن تشكيلة الوحوش دي قليلة وبتتكرر كتير. كل ما اللعبة بتقدم لك وحش واحد منهم، استعد إنك انت تشوفه في كل مراحل اللي جاية كذا مرة حتى في مرحلة واحدة. انا ما اقدرش انكر ان كان في وحوش تصاميمهم كانت جيدة، ومتوظف فيهم فكرة السبيريت جيج والفيتال سترايكس بشكل ممتع. يمكن في انواع مزعجة شوية زي سونيك ده مثلا، بس في وحوش افكارهم كانت عموما حلوة، وساعات بيبقى فيه منهم انواع بيقدموا تحدي كويس، بيكونوا زي ميني باسز كده في نفسهم. لكن تنوعهم على مدار عمر اللعبة اللي هو زي ما قلت لكم يعني على الاقل 40 ساعة، ده كان مشكلة. وده بيقابله بقى مشكلة تانية في ألعاب تيم نينجا، وهي المراحل وتصاميمها وتنوعها. وبصراحة المراحل هنا فيها شوية حاجات بسيطة جدا كويسة، زي تقديم بعض الاختصارات اللي هي اوكي، يعني ممكن تخليني اقول نفس اللي انا قلته في انطباعي عن الديمو اللي هو اهلا بكم في 2009. تصاميم الاختصارات مش مبهرة، بس ممكن اقول مرحب بيها، لكن ده ما قدرش ينقذ المراحل من كونها عادية جدا على اعلى تقدير ممكن. فيها شوية تكرارية واضحة، في عدم استغلال لانك انت على سبيل المثال تقدر انك دلوقتي تنط في المواجهات، الموضوع متنفذ ومستغل بشكل تقليدي جدا عادي جدا. واللي يزعل شوية ان المراحل بتيجي في نهاية اللعبة وتكون مثيرة اكتر للاهتمام ومتصممة بشكل احسن، وبقول ليه اللعبة كلها ما كانتش كده. السلبيتين اللي انا اتكلمت عنهم دول، سواء بالنسبة للوحوش اللي انت بتقابلهم والتنوع بتاعهم والمراحل، مرتبط بيهم حاجة ترجعنا لعناصر الار بي جي اللي في اللعبة، وهو نظام اسمه مورال، واللي ممكن بعض الناس بيقولوا عليه نظام الاعلام في اللعبة. هنا انا نفسي اقعد مع الشخص اللي فكر في النظام ده وصممه، وافهم ليه هو عمل كده، ليه تعكر اللعبة وهي اصلا تجربتها ممكن يكون متعكرة بمشاكل تانية. وعشان تفهموا النظام المورال ده بيعمل ايه، هو نظام بيخليك في كل مرحلة من الاخر كده معمول لك داونجريد، والستاتس بتاعتك وقدراتك مش بتكون فعالة بنسبة 100%، متقدرش انك انت تستخدم كل السبيلز اللي معاك من بداية المرحلة، والاعداء بيكونوا اقوية جدا حتى لو كانوا اتفه عدو انت بتشوفه. ومهما كان الليفل بتاعك عالي والبيلد بتاعتك قوية، هتلاقي نفسك ضعيف في بداية كل مرحلة من مراحل اللعبة. طيب عشان ازيح من عليا الغمامة دي، المفروض اعمل ايه؟
المطلوب منك تفضل ترفع اعلام في المراحل بتاعت اللعبه، وبيكون في اعلام كبيره بتمثل زي نقاط التشيك بوينت او اللي بنقول عليها في العاب السولز بتاعت فروم سوفت وير بون فايرز، وفي اعلام تانية جنبهم بتكون صغيره، وعند كل واحد منهم انت بتقدر انك ترفع المورال بتاعك، تقدر بقى تكون في مستوى مواجهات كتير اهمها البوس فايتس. فالنظام ده بكل امانه سيء، انا كنت ممكن اتعايش مع كل مشاكل اللعبه الا النظام ده. ليه؟ لان النظام ده هيخليك محتك اكتر واكتر بعيوب اللعبه التانيه، من تواضع تنوع الوحوش والمراحل اللي انت بتشوفها، وانت هتضطر انك انت تلف المراحل دي وتدور على اعلام مخفيه عشان تعرف تعلي المورال وتشوف قد ايه بقى المراحل دي متواضعه وتشكيله الاعداء فيها مكرره. وفي ناس شفتهم بيقولوا النظام ده بيشجع على الاستكشاف. استكشاف ايه؟ استكشاف قد ايه المراحل متواضعه؟ المشكلة الأكبر بالنسبة لي والأسوأ بتيجي من تأثير النظام ده على عناصر الار بي جي في اللعبة. يعني انت بتطلب مني اعمل بلدات، اطور نفسي، افتح قدرات، اعمل اسلوب لعب خاص بيا، وتيجي تخلي بداية كل مرحلة ان انا محروم من السكيلز بتاعتي، محروم من استخدام السحر اللي في اللعبة، محروم من ان انا استفيد من الستاتس اللي انا استثمرت وقتي في ان انا اعليها. ده يخلي التجربة بتاعت اللعبة متقلبة بشكل مزعج. انا نسيت اقول لكم، لو تعرضتم في المواجهات لضربات كتير او حتى متوا، هتزودوا المورال ليفل بتاع الوحوش اللي قدامكم، اللي هو بياخدوا جزء كده من المورال لحد لما انت تعرف ان ترجع تاخد المورال بتاعك وتعلى تاني. فنظام فعلا ارجع اقول ان هو سيء، انا مش شايف اي سبب منطقي لوجوده، وبيتعارض مع كون ان دي لعبة RPG رول بلاين جيم. يمكن انا ما لعبتش نيو وانا على بي سي، تجربتي ليها كانت على بلاي ستيشن 4 العادي، والسنه اللي فاتت لما لعبت نيو 2 شويه بعد ما جربت الديمو بتاع وولونج كانت التجربه دي على البي سي. ولكن ممكن اقول ان في جوانب كتير هما الاثنين كانوا احسن من اللي انا شفته في وولونج وانا بلعبها على البي سي. انا بس عاوز اقول ان في العاب لما بتقدر انها تقدم مظهر فني في تصاميم الشخصيات، الوحوش، الاماكن، وتعرف تعمل حاجه تعلم في ذاكرتي وانا بلعب، بقول اوكي انا مش طالب حاجات كتير من الجانب التقني. هنا في وولونج في جزء كبير جدا من الوقت هي ما عملتش حاجه تلفت نظر الواحد لجانبها الفني. اللعبه شكلها اوكي، اللعبه عاديه، تصاميم الوحوش يعني هو حلو، متماشي بشكل كويس جدا مع الاساطير الصينيه اللي بتقدمها هنا اللعبه، وتصاميم البوس فايتس شكلا كان برضو في نفس الحاجه، بس الوحوش العاديين مكررين زي ما قلت لكم فالواحد بيزهق منهم بسرعه، والاماكن برضو عاديه جدا، تصاميم اسيويه عاديه او دنجنز واماكن تحت الارض او في كهوف ما فيهاش اي شيء مميز. فمن الاخر اللعبه هنا ناقصها من الناحيه الفنيه روح مميزه، لكن على الجانب التقني اللعبه بصراحه هي فيها مشاكل. ويمكن قلت من شويه نيو 1 و2 كمظهر احسن منها، وهنا في حاجات غريبه من الاضاءه في اماكن معينه، في تاثيرات للايت بلوم مش بتدي مظهر كويس، وساعات التكتشرز بتكون ضعيفه جدا ودقه عرضها قليله، ومظهر اللعبة التقني محطوط بشكل مباشر في وش اللي بيلعب، بسبب ان زي ما قلت لكم اللعبة فنيا متواضعة، ونسخة البي سي من دلوقتي بقى انا ممكن اقول لكم يعني تتأجل. انا متأخر في ان انا اقدم المراجعة دي، بس النسخة مليانة مشاكل، النسخة فيها قرارات غريبة جدا، واضح انها متاخدة من الكونسولز قص لازق على بي سي على طول بدون ما تتعدل، بدون ما يكون فيها اي ضبط لادائها، وبفريم كابس غريبة بين نسخة ستيم ونسخة الجيم باس. الفريم ريت اصلا مش مستقر، وساعات في تقطيع وفي ستاترز من حين لاخر. هو نسخة ستيم مقفولة على 60 فريم، ونسخة الجيم باس ممكن تشغلها على 120، بس لو شغلت 120 انا مش متأكد بقى صراحة هي اللعبة فيها حاجة زي فريم انتربوليشن بتنط 60 فريم ل 120، ولا هي بتعمل ايه بالظبط. بس اللعبة لو شغال على 120 فريم ممكن مع الوقت بتشتغل بالتصوير بطيء، مش عارف ده بقى يعني فريم انتربوليشن زي ما قلت لكم ولا ده ميموري ليكينج. كده كده استهلاك الرامات في اللعبه غريب شويه، وبيكون تحت ال 8 جيجا، يعني دي حاجه انا مش فاكر امتى اخر مره شفتها. المهم يعني سواء كده ولا كده، اول ما بشوف اللعبه بتبقى شغاله بالتصوير البطيء بكون عارف ان انا يعني في كراشنج جاي لي في الطريق. وعدد الكراشات اللي حصلت لي في اللعبة 22 كراش متوزعين ما بين مثلا قبل تحديثات وبعد تحديثات. والقصاد بقى في اللعبة هو والله يعني الوضع اوكي عادي، اللعبة قدمت يعني حاجات ممكن تكون كويسة بالنسبة للأصوات في وسط المواجهات تحديدا مع صوت الأسلحة والصدات والمؤثرات اللي بتيجي معاها،
وبدون رغي كتير في النقطة دي. الأصوات الإنجليزية في اللعبة للشخصيات أي كلام، الأصوات الياباني أو الصيني كويسة يعني، ده لو حد هيعوز إنه يندمج مع القصة دي. وفي حاجات بسيطة في الساوند تراك كانت كويسة خصوصا للي بيظهر في البوس فايت، بس يمكن أفضل حاجة المين ثيم بتاع اللعبة اللي ممكن تسمعوه في القائمة الرئيسية. انا مش هنكر قد ايه ان انا كان نفسي ان انا اكون معجب ومستمتع بتجربه وولونج بشكل كامل كلها كده على بعض. اللعبه فيها حاجات كتير كويسه ممكن كانت يعني بتخليني ان انا مستمتع شويه، سواء مثلا كومبات سيستم الممتع الحيوي المرضي جدا خصوصا مع فكره السبريت جيج، البوس فايتس كان اغلبه ممتاز ومتناغم بشكل رهيب مع اللي بيقدمه الكومبات سيستم الخاص باللعبه. انا فعلا كنت بلعب عشان اوصل للبوس فايتس، انا عاوز اشوف كل مرحله الباص بتاعها هو عباره عن ايه. لكن في حاجات بتخلي اللعبه ما تقدرش انها تلمع بالقدر الكافي، زي عناصر ار بي جي محتاجه انها تدي اللي يلعب دافع اكبر للاهتمام بيها، عيوب بتتنقل ما بين العاب الاستوديو بتظهر تاني في تنوع الاعداء والمراحل، والموضوع بقى خلاص صعب واحد ان هو يتعايش معاه او يتغاضى عنه. وفوق كل ده قرار تصميم واحد قدر ان هو يعكر تجربة اللعبة اكتر، وهو المورال سيستم. اللعبة في روحها تجربة كويسة بس هي متعكرة بكذا حاجة منعها من انها توصل لمستوى احسن من كده. وطبعا انا مش هنسى نسخة البي سي، واللي زي ما قلت من شوية اجلوها لحد لما اللعبة ينزل لها تحديثات اكتر، ولا يعملوا بقى انهانسد اديشن ولا دايركتور كات ولا ايا كان اسمها ايه، زي اللي اتعملت مع نيو. فاستديو زي تيم نينجا هو فعلا استديو مبدع في الجيم بلاي، لكن لازم ينتبهوا اكتر لجوانب تانية اساسية ومهمة في تجارب العابه، خصوصا ان في لعبة منتظرة منهم واللي هي Rise of the Ronin، واللي مفروض ان في توسع اكتر في تجربتها كلعبة عالم مفتوح. فربنا يستر.